السلام عليكم جماعة، عيدكم مبارك، إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا والله يتقبل منكم ومنا من كل صالح الأعمال. مهم خلينا نبدو في الفيديو تاع اليوم، هو فيديو كيفاش تبدأ الكاليستانكس ولا تقد تقولها الستريت ورك اوت، خاطر بزاف الناس راهم يسخسوني أيوب أنت كي بديت وكيفاه نبدأ. مهم قعدوا معنا، هذا سؤال بسيط غادي نجاوبه في هذا الفيديو. مهم ما غاديش نطول عليكم، بس قبل ما نبدأ الفيديو غادي يخصكم تجيبوا حاجة، وهذه الحاجة هي أستراليان بار، واللي ما يعرفش منها أستراليان بار غادي نقولكم بالعربية هي كلي جاية، غادي تجيب زوج كراسة ودير مطرق تاع مصلحة في وسطهم باش تبقى تخدم الدورسو، خاطر هذه بالسيف 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 البيجينر اللي باغي يبدو كاليستانيكس غادي يخدموها. ما خصكمش بولا بار كيما يقولها بار فيكس ولا تاع الدار، ما خصكمش هذيك، غادي تسحقوا أستراليان بار. مهم اللي ما يعرفش الاستراليين بار كي دايره غادي نحطها في التصويره في الفيديو باش اللي ما يعرفهاش يقدر يصنع كيفها. مهم درو غادي ندخلو في البروغرام اللي خصك ديره، وبروغرام تاع البيجينر ماشي حاجه كبيره كاع، غادي تخدم معظم الحاجه، غادي تخدم لايك ماسل كومبينيشن، واللي ما يعرفهاش معناها غادي تخدم كاع لي مسكول تاعك في اكزرسيس واحد. فور اكزامبل في المثل غادي نضربها لك دروك، هي غادي تخدم سكوات بوش اب and Australian pull up. هذا مكان على خطر غادي نتايا غادي كي تكون بيجينر غادي ما يكونش عندك الجهد باش تخدم pull up، يعني غادي تخدم في بلاصه pull up Australian pull up، في بلاصه الديبس غادي تخدم push up وسكوات، معظم الناس قاعد يديرها يعني ما غاديش تبدلها سكوات، غادي كي تطلع في الليفل غادي تقول تزيد تقول في السكوات تاعك، يعني سكوات ماشي حاجه واعره باش قاعد ديرها. المهم خلينا ندخلو دروك فاش خصك تريني وبروغرام كي داير اللي تتبعه، دروك صايك عارف نتايا شنو خصك دير الصوالح ليكزارسيس اللي خصك ديرهم، كيما قلت لك بوش اب اوستراليان بول اب اند سكوات. او دروك البروغرام اللي خصك تتبعها ماشي حاجه كاع واعره، هي الحاجه السهله. ميتال غادي السبت غادي تخدم سكوات، غادي تما تكونسونتري على سكوات، وغادي الحد غادي تكونسونتري على اوستراليان بول اب يعني دورسو، غادي تكونسونتري في اثنين غادي تكونسونتري على من غادي تكونسونتري على الباك، يعني غادي تكونسونتري على البوش اب. صافي فهمتني دروك؟ غادي تقولي بصح ايوب شنو نخدم مور هادو، غادي تدي نهار روبو، غادي ما ترينيش نهار ثلاثة، غادي نهار الاربعاء تعاودها دير سكوات، تعاود تو الخميس عندنا عندنا الدورسو يعني استراليان بول اب، يعني مور دورسو ش عندنا يعني الجمعة يعني عندنا بوش اب. صافي هكذا البروغرام تاعي دروك. مهم دروك صاي قلت لك شتخدم في النهار، دروك غادي نقول لك في البروغرام شتخدم، وهي سهله، هي في سكوات غادي تخدم 300 سكوات، غادي تريح بين السيري والسيري 3 دقائق، غادي تخدم 20 في السيري، كي تخدمها صاي كمل البروغرام تاعك تاع النهار. غادي غدوة الصباح غادي تخدم بول اب، البول اب يعني اسرالين بول اب نيشان البول اب، غادي تجيك سهله تاني، غادي تخدم 10 في السيري تريح بين السيري والسيري 2 دقائق، غادي تجي نهار اثنين يعني البوش اب، البوش اب شغادي تخدم في السيري هي حاجة سهلة تاني، غادي تخدم تاني 300 شغادي تخدم في السيري قد ما قديت، انا غادي نقول لك 15 دوز ريح بين السيري والسيري 3 دقايق ولا قد ما عييت ولا ما عييت، شوف انت وكور تاعك. مهم انا كملنا الفيديو تاعنا، ما تنسوش ديرونا جام سبسكرايبو وهذا الفيديو كلي معليش بارطاجوه اللي يحفظكم، ويتكم مبارك، وما تنسوناش كومونتو في الكومنتير باللي شاكو باغي الفيديو الجاي. and peace.